أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النظري. يا نجعة الحي من عمر العلا، وحما ذمار سؤددها في البدو والحضر، قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى. فيا نجوم السماء من بعده انتثري، مهذب الخلق والأخلاق، إن تره كأنه ملك في صورة البشر. مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر، فاغتال مفرقه الأزدي بمرافه، فخر لكن بوجه منه منعفر. يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري. يبكي عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر
إلا على قمري لابن الزكي. ألا يا مهجة فطري من الدموع دما يا مقلتي انفجري مرملا مذ رأته رملة صرخت. يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري تقضي على شاط الفرات ظمأً والماء اشربه صفوا بلا كدر. بني في لوعة خلفت والدتين ترعى نجوم السماء في الليل بالسهري. وين الضا وين الفاقد الشبان وين الضاي جل اوعى هادم جاسم العريس بالعريس مفجوعة. وين الضاين الفاقد الشبان خلوياي تتعنى لم جاسم نريد نروح نساعدها يا على الون نحوم بحافة العريس نجيم بحافته حنا يا نلقى ام الشباب تجول احنا بنها والعقل مذهول تصيح على الولد وتقول يا شمامة المنسب يا هرش القلب مقطوعة. يا ويلي لقينا ام الشباب تجول وقمنا نجول وياها لقينا ام الشباب تجول وقمنا نجول وياها. أمه فاقد على النوح ما يحتاج ننخاها لقينا شمعة العريس مطفية وعلقناها وشدينا للطم والنوح بحرقه والقلب مجروح ورملة تصيح راح يروح يوح ابني وصورته تبقى وسط حشاي مطبوعة. يا اذقل له يا ابني مهنا بطيب نومك يا ابني يا مهنا بطيب نومك مذبوح ومسلب هدومك. اويلي وحر الشمس غير رسومك انا لو انت انشرب روحي لسومك. يا ابني انا لو انت انشرب روحي لسومك. ويلي وين الذي ياخذ علومك وين الذي
ياخذ علومك علومك لابوك واهلك وقومك يا اويله يا الغسلك وحنيت وحنيت يا ابني ما ذكرت امك وحنيت عفتني من انطبق ظهري وحنيت يا جاسم صبغت شيبي وحنيت بدمك يا شباب الغاضرية يا بدمك يا شباب الغاضرية بعد اذقل تحن يا تحن انا يا حنيني الخنسة ما اظنها تحن يا وعليك الضلع يا ولدي تحن يا تحنى يا جاسم شفك بدمك تحنى يا وظلت حوفتك يا ابني لحني أحن والبيل تراه تحين لحني والمصايب من بعد عزي لحني جاسم من دم نحرك لحني يا جفوفي ولا الحسن أصايا يا العزية لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد إتماما لحديثنا بالأمس فيما يتعلق بحديثنا حول هذا السؤال أيهما أفضل أن يكون وأن تكون المرأة صاحبة شخصية قوية أم
بخلاف ذلك صاحبة شخصية ضعيفة، قد يكون رأي بعض الرجال أن كونها صاحبة شخصية ضعيفة أفضل من كونها صاحبة شخصية قوية، وذلك بنظر هؤلاء إلى إمكان السيطرة عليها وتسييرها واستعبادها في المنزل بالكيفية التي يريدون. وقد يقول هؤلاء بأنه كونها كذلك أفضل في مسألة التربية للأولاد، أن تنشغل بهم وأن تعطيها من حنانهم، من حنانها ورأفتها وعطفها. لكن هذا الكلام إذا جئنا إليه أولا فيه مغالطة واضحة وبينة. كيف؟ نحن هنا أولا ينبغي أن نسأل ماذا نعني بقوة الشخصية؟ لما نتحدث عن قوة الشخصية ماذا نعني بهذا العنوان أو هذا المصطلح؟ البعض قد يفهم أن قوة الشخصية يعني التسلط، يعني التهور، يعني القوة الغضبية الشديدة، بحيث واحد ما يقدر يحاكيها وما يقدر يكلمها وما يقدر يتقرب من عندها لأنها سريعة الثوران والهيجان والغضب وما شاكل ذلك، وعندها جرأة زائدة عن اللزوم. هذا الأمر هو يعيب شخص الرجل كما يعيب شخص المرأة على حد سواء. يعني احنا لو حصلنا لنا رجال دين في اي واد كان، بيته او غير بيته، رجال متسلط ما يقبل مشورة من احد ونصيحة من احد، دين ما يقبل، شو يريد يمشي رايه وخلاص، هذا زين في الرجل ام عيب في الرجل؟ هذا عيب في الرجل، مو زين فيه. يوم اللي نتكلم عن شخصية قوية نتكلم عن عقل راجح. وشنو الفائدة من عقل راجح؟ إذا أمر وإذا إنسان عنده عقل راجح يعني أنه سيسير الأمور بالسير الطبيعي والصحيح المراد، عقلا شرعا أخلاقا. المراد بقوة الشخصية الثقة في النفس، المراد فيها أن الإنسان تكون لديه جرأة في التعبير عن ذاته بالطريقة الصحيحة والسليمة. المراد بالقوة في الشخصية أن يمارس الإنسان دوره في الدفاع عن حقوقه ومصالحه الشخصية والدفاع عن حقوقه ومصالحه الدينية والاجتماعية والاقتصادية دون أن يخيفه أحد في ذلك ويردع عن ممارسة هذا الحق. بهذا المعنى هو الكلام الصحيح والسليم. أما بالتهور، أما بالغضب، أما بالحمق، أما بغير ذلك فلا، ليس الكلام ها هنا. شوفوا احنا نضرب في التاريخ مثل بالمرأة القوية الشخصية تاريخيا من تاريخنا الإسلامي. نتكلم عن شخص خديجة ابنة خويلد صلوات الله وسلامه عليها، امرأة قبل الإسلام كانت شخصيتها قوية وأصبح لها مكانتها بعد ذلك في تاريخ الإسلام، تاريخ في مكانتها في تاريخ الإسلام، بل أصبح لها مكانتها عند الله وعند رسوله
وعند جميع المسلمين والمؤمنين. من وين اجت هذه؟ اسأل عن تاريخ في العهد الجاهلي، ما كانت امرأة مثل بقية النساء يستهان بها ويتلاعب بها ويستخف بعقلها ويتخذونها أداة من الأدوات للبلوغ إلى مصالحهم وقضاء شهواتهم. لا، وإنما كانت امرأة لها حضورها في الساحة الاجتماعية وفي الساحة الاقتصادية وفي المشاورات كانت صاحبة رأي راجح. كان البعض يستشير من الرجال، يستشيرها لأنه يعرف هذه امرأة دير تفكر صح. إذا عندك امرأة بهذه المثابة، هذا بالنسبة إليك دين معناته قوام لأسرتك، معناته قوام لعشيرتك، معناته قوام لأولادك، معناته قوام لمجتمعك، معناته دعم لدينك. كم نحن اليوم بحاجة إلى نساء يمارسن العمل الديني صفا مع الرجل، وهذا مو أمر يخالف الشريعة. القرآن الكريم يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إقامة الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست حكرا على الرجال، وإحنا قرأنا بالأمس دين الرواية عن أسماء بنت يزيد الأنصارية وكيف أن النبي أعجب بها وبمنطقها وبتفكيرها. هي هذه المرأة التي نتحدث عنها واللي نريدها تصير في مجتمعنا، أن تعبر، أن تكون واثقة من نفسها وتعبر عن ذاتها تعبيرا صحيحا لا خاطئا. اليوم قد تجد بعض مثلا النساء والفتيات يعبرن عن ذواتهن ولكن بأسلوب خاطئ، إما تعبر عن ذاتها بإظهار مفاتنها وزينتها بالشكل الذي يحرم الله سبحانه وتعالى، وهذا تعبير شائن، وهذا تعبير فيه مضرة للمرأة ومضرة للمجتمع ومضرة على الدين، مو صحيح. زين، أو أنه تجد بعض الفتيات أو النسوة مثلا تريد تعبر عن ذاتها بماذا؟ بأن تتخذ من وصف الرجال وصفا لها. أكو سامع أنت الآن عما يسمى بالبويات؟ سامعين؟ المرأة المسترجلة، شوفوا أكو عندنا رجولة وأكو عندنا استرجال. رجولة يعني مسؤولية يتحملها الرجل وتتحملها المرأة، مسؤولية الشرع أعطاها إياها، المجتمع كلفها بها، هذا شيء مطلوب. لكن أن وحدة تسترجل تتخذ من صفات الخشونة والقوة والغطرسة عند الرجل دين وصفا لها، فهي كأنها تستعير، هي هذه نفسها تستعير من أنوثتها، الله سبحانه وتعالى خلقها. فإذا كانت هي تستعير من أنوثتها فأولى بالرجل أن يستهزئ بها ويسخر منها، أولى هو بذلك. شاعر المؤمن يقول: ما عاب مفخرها التأنيث، يتحدث عن من؟ عن فاطمة الزهراء. ما عاب مفخرها التأنيث إن بها
نساء الأرض إن بها على النساء إن بها الشكل جميع نساء الأرض تفتخر إن بها على الرجال نساء الأرض تفتخر يفتخرون أن عندهم فاطمة الزهراء. أنتوا شنو عندكم؟ عندكم علي بن أبي طالب، إحنا عندنا فاطمة الزهراء وعندنا خديجة ابنة خويلد، ويفتخرون بأنه عندنا طوعة، ويفتخرون بأن عندنا أم وهب، ويفتخرون بأن عندنا زوجة زهير بن القين، ويفتخرون بأن عندنا زوجة سعيد بن الحور، وفلانة 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 من النسوة التي شاركنا في واقعة الطف. دولة مفخرة يوم ومفخرة، دولة مفخرة يوم ومفخرة. اللي حركها دينها واللي تحركت غيرتها على دينها لدينها فأصبحت مساهمة في ذلك بمساهمات كبيرة. ومر علينا الحديث عن زوجة حبيب بن مظاهر الأسدي، وهذا اليوم يمر علينا أيضا أو تمر علينا أيضا ذكر هذه المرأة الجليلة وهي رملة أم القاسم زوجة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القاسم توفي عنه أبوه كما تعلمون وله من العمر سنتان، تربى بعد ذلك تحت ظل والدته وظل عمه الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شوفوا التربية دين ماذا تصنع، امرأة بهذه المثابة بهذه المكانة بهذه المسألة بهذه المنزلة عفوا بهذا الوعي بهذا الإيمان، اش تصنع؟ تصنع إليك ولد بعده لم يبلغ الحلم، أكثر ما يروى أنه وصل إلى 13 سنة وبعضهم يتجاوز هذا إلى 14 سنة، لكن 13 سنة والبعض أساسا ينزل إلى 11 سنة، لأنه الفترة اللي بين الإمام الفترة اللي بين الإمام الحسن والإمام الحسين كانت 10 سنوات، توفي عنه أبوه وله سنتان، ضيف عليها 10 سنوات يعني 12 سنة وأشهر، فلم يتجاوز 13 سنة. لكن تفكيره مو تفكير أطفال، موقفه مو موقف أطفال في سنه، موقفه موقف رجولة، موقفه موقف رجولة. من وين إجا هذا الموقف ومن وين إجت هذه الرجولة؟ من امرأة مهزوزة، من امرأة ضعيفة، من امرأة جاهلة، من امرأة تكلم عن الجهل، ما تكلم عن القراءة والكتابة، لا عزيزي احنا عندنا امهات زين وعندنا زوجات يمكن ما تقرأ وما تكتب بس عقلها يوزن مثل ما يقولون جبل. هي القضية قضية انه تسمع وتعي وتفهم وتستخدم هذا العقل استخدام صحيح. هسه إذا أكملت علمها وطورت من ذاتها أكثر وأكثر بلا شك يكون لها فضل أكبر وأكبر بقدر ما تستفيد من قدراتها وطاقاتها ومواهبها اللي الله أعطاها إلها. شوف ليلة العاشر تسمعون وتقرؤون الحسين سلام الله عليه لين يخبر الجميع بمقتله، ما يبقى منكم أحد لا يفلت منكم رجل، ما إجى على ذكر القاسم يقال، فقام القاسم من طرف الخيمة
من طرف الخيمة قال عم يا حسين، كان يقول كلهم حدثتهم عن ما يجري عليهم غدا، وشوفك خطرتني ليش ما اجيت على ذكري عم يا حسين. كان هذا في نفسه وألم تطلع إلى الجنة، عم يا حسين وأنا ألا أقتل معكم؟ وحسين يريد يشوفه ما بداخله، قال بني قاسم كيف تجد طعم الموت عندك، كيف تجد طعم الموت عندك؟ قال في حبك أحلى من العسل. موت يرعب الكثير، رجال يرعبهم يخوفهم يفرون، بعضهم حتى المقابر ما يروح، حتى المقابر ما يروح، ليش؟ خايف من الموت إلى هالدرجة. شوف هذا الشاب يؤمن بأن هذه الحياة ما هي إلا قنطرة، وكلنا من تقليل رايحين، أطلع من عدها بأي طريقة بأي وجه، بيا موقف بيا قتلة، موقف الكرامة والعزة والإباء وقتلة الشهادة في سبيل الله، هذا تفكيره العظيم. يوم اللي يجي يستأذن من عمه يقول له الحسين أو تمشي برجلك إلى الموت، شي يقول له وكيف لا وأنا أراك وحيدا فريدا لا ناصر لك ولا معين. عجيب عجيب عجيب. خرج يقولون القاسم حتى دخل من خيمته، حتى دخل خيمة القتل ووقع ناظر على من؟ على ابن عمه الأكبر، رآه ممددا في الخيمة وقد تلاعبت السيوف بجسده، جلس عنده يبكي وينتحب لفراقه، لأن كان بين علي والقاسم علاقة خاصة مودة، علي الأكبر يحب القاسم والقاسم يحب الأكبر، كأنهم إخوة من أم وأب، مو أولاد عم. لا، جلس عندي ينتحب ويبكي، طلع جاسم من الخيمة وأوجب يم علي الأكبر، لقاهم خضب بدمه وجسمه على الثرى مطبر، جلس عنده وجذب ونه وصب الدمع وتحسر، اقل لي ظلتي شنهي وعمي واقف ومحتار، اجا العم ووقف يمه وصب الدمع عالخدين، يقل للساع رخصني حل موتي يا عم حسين، وحق رأسك لجول انهي ولو تلتف علي صوبين، واخذ ثار ابن عمي وريد الساع اخذ الثار، يقل لحسين يا وليدي هان لكم اضل وحدي، يقل لحسين يا وليدي هان لكم اضل وحدي، بن سنت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي، وهذه الحرم مريوعه تبقى يا محيره بعدي، انت وداعت الله روح واحنا بالاثر خطاه،
لما أراد أن ينقلب إلى الميدان قال بني قاسم تعال معي. يقولون أخذه جاء به إلى الخيام. صاح أخي زينب علي بالصندوق الفلاني. جاءت به أخرج منه ثياب الحسن ألبسها للقاسم لكن على هيئة الأكفايان. فالتفتت إلى فلما نظرن النسوة إلى الحسين يفعل بالقاسم ذلك صحنا ونادينا وقاسما ومصيبتايا. نظريت رملة إلى ولدها على تلك الحالة صحيت مهمنا أسبى منك يا مظلوم اتلبسوا لأيد ثياب الهموم ومهمنا أسبى منك يا عطشان اتلبسوا لأيد ثياب الأكفان. جاسم بدور جنة غصين بان ما تحلى على العريس الأكفان. أجركم الله. ثم أنه نادى بالنساء يا زينب يا رملة يا سكينة يا بنات علي وفاطمة المؤمنة لوداع الشباب. فأحطن به من كل جانب هذه تشمه تلك تقبله أخرى تضمه كل يقول في أمان الله في دعة الله. لزمة ترجع بس كيني وعم تبحل قتشيم ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي أم يا بني يا جاسم هالوكيت عزمك العيام مكضوم لليوم انا ذا خيرتاياك بالك تخيب ظنوني. هز الرمح والجنة يا والدة ادعيلي رايح انا يا والدة من غير ما تقلي روحي العمي بفدي روحي وبهالفعل شهدي لي. وانتي وعمتي زينب لما اغير خوني وصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي شبان 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 لا شفتيهم بالله دذكر شبابي محروم انا يا والدة من دون كل اصحابي عطشان انا يا والدة وقت الشرب ذكريني. اجركم الله. ثم اقبل الى عمي ضمه الحسين إلى صدري جعلا يبكيان ساعة
حتى وقعا على الأرض من شدة البكاء والنحيم. أجركم الله. ثم ودع القاسم عمه وعلى صهوة جواده يقولون أقبل يقاتل القوم حتى أحدث فيهم مقتلة عظيمة والقوم ينظرون إليه مستغربين من صغر سنه وشدة بأسه في آن واحد. شلون هذا صغير السن ويفعل بالقوم ما يفعل؟ كأنهم يستنكرون ذلك. فإذا بالقاسم يجيبهم إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. أجركم الله. يقول حميد بن مسلم خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر طالع، عليه قميص وإزار، في رجله نعلان، وقد انقطع شسع أحدهما. لا أنسى أنها اليسرى. فانحنى الغلام على شسع نعله ليصلحه. يقول وكان إلى جنبي هذا اللعين الأزدي، فقال والله لأمضين إليه وأذكلن به أمه. قلت ويحك، أما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه من كل جانب؟ والله لو مد إلي يده ليضربني ما مددت إليه يدي لأضربه أو لأقتله. أجركم الله. قال اللعين لأفعلن. فبين القاسم كذلك غير مكترث بالألوف ولا عابئ بالصفوف. وإذا قد أقبل اللعين من خلفه فرفع سيفه فتح باعيه وأهوى به على رأسه ففلق هامته. أيوا قاسما وسيدا ومصيبته. خر القاسم إلى الأرض مناديا عم يا حسين عليك مني السلام. لما أن سمع الحسين صوته أسرع إليه فقتل قاتله. وهنا ارتفعت غبر منجلت إلا والحسين جالس عند رأس القاسم وهو يفحص الأرض برجليه. والحسين يبكي عنده. بني عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يغني عنك شيئا. بني هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. قتل الله قوما قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. ثم أنه احتمله على صدره لكن رجلاه تخطان الأرض خطا
هذا طول في الغلام يقول حميد بن مسلم نظرنا هكذا رجل الغلام تخطان بالأرض خطا تعجبنا أطول في الغلام أم قصر في الحسين دققنا النظر لأن كانت غبرة غبرة ثائرة تحجب الرؤيا شيئا دققنا النظر فإذا الحسين محني الله أيوا حسينا وقاسما محن وضلع حسين عالجاسم محن شال حسين وبدم يا محن يا جاسم موتتك زادت محن آه شلون حال أم الزكي جاء بي وضعوا بين القتلى في الخيمة فأقبل النساء تقدمون أم رملة جلست عند ولدها رأت وعلى تلك الحالة صاحت وولدها وقاسمة لكن أنا من شفت عمك لبسك تفصيل الأجفان قلت الولد ما يعود من حومة الميدان قومي يا عمتي ودعي شمعة الشبايان شقي على العريس جيبك يا زكي ويلي صاحب ضعيف الصوت حل الدرع عني يا والدة وتالك ذروت توديع من نازف الدمع وحر الشمس فاتني وبهضني ومن العطش تدرون ما ظل جلد بي شبكت على مهجة قلبها بالأيادي وما الشهيد حسين يا ولي نادي أنا مفجوع من فقد أخوتي وذبحت أولادي وهذه العساكر حايطة يا الولد بي تقل لي يا ابني يا ابني يا ابني أنا ردتك ما ردت دنيا ولا مايال تحضر لي لو وقع حملي ولا مال ولا مايال يا جاسم خابت ظنوني ولا مايال وعند الضيج يا ابن قطعيت بي يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون إلهنا نسألك وندعوك
بمحمد وآله الطاهرين. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. تب علينا أنك أنت التواب الرحيم. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، اقض حوائجهم، ارحم موتاهم، شافهم اللهم وأني فقراهم، يسر أمورهم، سهل مطالبهم. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم بأحسن قبولك وأجرهم على ذلك بأفضل ما عندك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأغث شيعة محمد وآل محمد في كل مكان. فرج اللهم عنا وعنهم وعن إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات المعتقلين بفرجك القريب العاجل يا الله. اللهم وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائه. أغثنا اللهم بحقه وانصرنا وارحمنا به يا غياث المستغيثين وخير الناصرين وأرحم الراحمين. إلهنا بحق محمد وآله الطاهرين وبحق المحترمة الفاتحة نهدي ثوابها لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، موتى الحاضرين والمؤسسين والشهداء والصديقين والعلماء الربانيين ومات على الإيمان والدين لهم جميعا. رحم الله من يهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.